اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. نتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا، ونذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم كل الإشعارات. القرآن الكريم كان صريحا وقاطعا في أن نهاية إسرائيل وتدميرها سيكون على يد المسلمين، وأن ذلك سوف يحدث بانكشاف الدور الإسرائيلي المفسد والمخرب في العالم وفضيحتها على الملأ. يقول القرآن الكريم في سورة الإسراء: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. إساءة الوجه لا تكون إلا بفضيحة. ثم أكمل القرآن الكريم: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، أي يدمروا كل ما بنت إسرائيل وكل ما عمرت. ولأن إسرائيل تعلم هذا، فقد جعلت أولى أولوياتها كسر شوكة الإسلام وإذلاله في كل مكان، وألا يقوم للإسلام قائمة في أي بقعة من الأرض. وهو ما نراه الآن يحدث أمام أعيننا وفي وقت واحد في البوسنة والهرسك وفي الهند وبورما وكشمير وسريلانكا وطاجكستان. أما كيف، فإن لإسرائيل جهازين تعمل بهما. أولهما أخطبوط ظاهر هو اللوبي الصهيوني في أمريكا، وثانيهما أخطبوط خفي في كل دولة وفي كل حكومة اسمه الماسونية. الماسونية هو العميل الخفي الذي يعمل لحساب إسرائيل من الباطن خادعا أو مخدوعا، وأحيانا دون أن يدري. وجماعات برج المراقبة بنادي بريث، والجماعات الإنجيلية الأمريكية المتطرفة، ونوادي الروتاري واليونز، كلها ذوات أصول ونشأة ماسونية. وبذلك أصبح لإسرائيل في كل مجتمع وفي كل حكومة محرض خفي وعميل مستتر يعمل لحسابها، ومراكز لجمع المعلومات في كل مكان. هذا غير مدفعية الإعلام الموجه والكتب والصحف والمجلات والأقلام والفيديو والمسرح والفنون المنحلة التي تنخر كالسوس في البنية السياسية والاجتماعية العالمية استعدادا لليوم الموعود. وهذا الزمان الذي نعيشه هو اليوم الموعود، زمان كلينتون وحكومته الصهيونية. كلينتون الذي أدخل المخنثين والشواذ الجيش الأمريكي بقانون، وجعل لهم شرعية ضد رغبة جميع القيادات وضد جميع الأعراف والآداب العامة، بل وضد المنطق العقلي والبداهة. وكان تعليق تلك القيادات الأمريكية الرافضة على هذه السفاهة قولهم: كيف سيحارب جنود يتناكحون في القشلاقات ويبيتون ويصحون على الغرام الماجن؟ ولكن كلينتون فعلها. نحن إذن في هذا الزمان الذي تنتظره إسرائيل، وقد جاء رجلها وجاء يومها الموعود، وجاءت الفرصة الذهبية لتكسر شوكة الإسلام وتنكس أعلامه وتشتته في الأرض بلا هوادة. وهذا هو تفسير ما يجري أمامنا على المسرح في كل مكان، حيث نرى المسلمين مروعين مطرودين ومذبوحين ومشوهين ومغتصبين، وتلك عبقرية شريرة لا شك في ذلك. ومن أجل هذا خص ربنا إسرائيل بنصيب وافر في القرآن الكريم. 20% من القرآن يحكي عما فعلته إسرائيل في الماضي وما ستفعله في المستقبل، فقد كان محورا من محاور الفساد بطول التاريخ. ويقول ربنا جل وعلا: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، فوصفهم بأنهم على علم وبأنه اختارهم وخصهم بالعلم، لكنهم أساءوا استخدام هذا العلم وسخروه للشر والإفساد فلعنهم.
وسلبه، وحكم عليهم بالشتات والخسران، وقضى عليهم بالدمار في النهاية. وسوف تنتهي إسرائيل، وسوف تدمر رغم هذا العلم ورغم هذا التآمر العبقري، وسوف يكون ذلك بيد المسلمين رغم ما نرى الآن من حالهم، وستكون تلك آية من آيات إحيائه للعظام وهي رميم. أما الذي يستهول منا إعطاء كل هذه الأهمية لفساد هذه القلة من اليهود في شؤون العالم وفي تاريخه، فإني أقول له ذلك كلام الله الذي خلقه، وليس هو رأيي، وهو سبحانه أعلم بهم. والكل متربص، كل صاحب ملة يرى أنه وحده على الحق وأن الآخرين على الباطل. لذلك يقول سبحانه في سورة طه: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. وعند الله جل وعلا فصل الخطاب. مقال نهاية إسرائيل للدكتور مصطفى محمود رحمه الله من كتاب المؤامرة الكبرى. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. يا من ليس له رب يدعى، ويا من ليس فوقه خالق يخشى، ويا من ليس له وزير يؤتى ولا حاجب يرشى، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا تكرما، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجمع شمل المسلمين،
ووحد كلمتهم. اللهم وحد راية الإسلام ورد كيد الكافرين. اللهم كن عونا لكل من قال لا إله إلا الله. اللهم آمين. نود منكم مشاهدينا الكرام أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة، ولا تنسوا مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعة، وكل عام وأنتم بخير.